فيلم بتاعه 76 بقى من تقنيات متحف الفن الحديث في نيويورك. هو اللي عمل أفضل ما هو موجود في حياتنا الثقافية. أصلا الدكتور ناجي هو اللي أنشأ شعبة فنون تعبيرية اللي هي شعبة المسرح والسينما والتلفزيون. وأنا في الكلية وقعت في إيدي مكنة 16 ميلي فاشتريتها على أمل أن هيجي في يوم هعمل سينما. متواضع إلى أبعد الحدود، أنا عمري ما شفت كده. دايما ريحانة هي الحب الأول والأخير يعني بالنسبة لشغل دكتور ناجي. أنت بتدور على سيرة العروسة، يعني العروسة ليه بتجذب الناس بالشكل ده؟ فأنا حصل لي نوع من التحدي. كل ما عندك إمكانيات قليلة كل ما تعرف أكتر.